بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا عن تقرير التربة، أو هنبدأ نتكلم عن تقرير التربة الجزء التاني من المحاضرة التانية. تقرير التربة بيبقى عبارة عن إيه؟ أول صفحة عندي هلاقيها في تقرير التربة، هلاقي تقرير فني أبحاث تربة مثلا لمشروع كذا، وبيكتب اسم المشروع واسم المالك واسم الموقع. أحيانا بيكتب عدد الأدوار على الورقة بتاعت المشروع أو التقرير، أحيانا ما بيكتبهاش. التقرير مكوناته عبارة عن إيه؟ يعني إيه تقرير تربة؟ إيه هي أهم المكونات اللي فيه؟ المكونات بتاعته، أول حاجة بكتب معلومات عن المشروع اللي أنا هعمله، أو المشروع اللي المفروض هيتعمل، اللي أنا بعمله تقرير جسات أو تقرير تربة. طيب بتكتب إيه؟ بتكتب اسم المشروع، المالك، يعني مثلا المشروع إنشاء عمارة سكنية بدروم أرضي زائد 10 متكرر زائد 5 متكرر للملك مش عارف أستاذ إبراهيم كذا كذا. دي أول حاجة بكتب معلومات عن المشروع. طب تاني حاجة بتكلم بقى عن المنشأ اللي هيتم في المشروع، عدد الأدوار كام دور، النظام الإنشائي هل هو هيكل خرساني ولا منشأ معدني ولا حائط حملة. وتالت حاجة بتكلم عن أعمال الجسات، إيه هي الجسات اللي أنا عملتها في الموقع ده، عملت كذا جسة يدوي أو كذا جسة ميكانيكي، وده اتكلمنا عنه في المحاضرة الأولى. في إيه كمان بيتكتب؟ بعد ما قلت أعمال الجسات بتكلم عن الاختبارات. الاختبارات نوعين، في اختبارات فيلد تيست اللي هي الاختبارات العقلية، وفي اختبارات لاب تيست الاختبارات المعملية. الاختبارات الحقلية زي ايه؟ زي الاس بي تي، زي السي بي تي، زي الحاجات اللي اتكلمنا عنها كتير في المحاضرة الأولى. طيب المحاضرات الاختبارات المعملية زي ايه؟ زي اختبار التدرج الحبيبي سيف اناليسيس اللي لسه متكلمين عنده المحاضرة عنه المحاضرة ديت، زي الاتم بليمتس اللي اتكلمنا عنها برضو المحاضرة دي، زي الووتر كونتنت. الووتر كونتنت اللي هو بيدخل العينة الجهاز وزن العينة قبل ما يدخل الفرن، وبعد ما يدخل الفرن يطرحها من بعض يطلع وزن المية اللي اتبخرت، فيقسمها على وزن الحبوبات الصلبة يطلع الووتر كونتنت زي ما شوفنا في المثال. في اختبار التحليل الكيميائي بيتعمل ليه التربة، والتحليل الكيميائي برضه بيتعمل ليه المياه الجوفية. وبقول فيه التقرير وبذكر فيه هل وجدت مياه جوفية أو لأ، وبذكر منسوب المياه الجوفية الابتدائي كذا والنهائي كان كذا، بعمل برضه تحليل كيميائي للمياه الجوفية. ده التقرير. بقى فيه ايه؟ بقى اهم حاجة في التقرير اللي هي التوصيات، توصيات التأسيس. ايه هي اهم حاجة بقولها في توصيات التأسيس؟ اهم حاجة عندي هو منسوب التأسيس، هيبقى قد ايه؟ هيبقى 2 متر تحت سطح الأرض، هيبقى 4 متر، هيبقى كذا متر، انت بتحدده في تقرير التربة بناء على حاجات كتير، بناء على في بدروم مفيش بدروم، هل هعمل إحلال أو مش هعمل إحلال، وهكذا. تحدد نوع الأساس، هل هتعمل لبشة، هل هتعمل قواعد منفصلة، نوع الأساس اللي أنت هتحدده. بيحدد كمان البيرنج كاباسيتي، جهد التأثير بتاع التربة، كذا كيلو جرام على السنتيمتر مربع. طيب لو عندي مياه جوفية وفيها كبريتات وفيها حاجات، فبعمل توصية إن أنا أستخدم أسمنت مقاومة للكبريتات، أستخدم رمل متدرج في الخرسانات، الكفر لو عندي 5 سنتي، لو مفيش للأساسات، لو مفيش مياه جوفية فيها كبريتات، لو في مياه جوفية وفيها نسبة كبريتات بخليها 7 سنتي أو إلى 10 سنتي. طبعا بعمل توصية إن يتم العزل ويتم الردم حول الأساسات برمال نظيفة ويتم دمجها كويس، وما نستخدمش ناتج الحفر، نستخدم رملة من خارج الموقع. التوصيل 10، في ناس بيكتب بقى مكونات الخلطة أي كلام كده بيتكتب، بس مش ده أساسي عندي، يعني مش أنا اللي هحدد له مكونات الخلطة، أنا أقول له عايز الإجهاد ما يقلش مثلا عن 350 كيلو جرام على المتر على السنتيمتر مربع، أو ما يقلش مثلا عن 250، أو ما يقلش عن 300، وهكذا. هو يتصرفها براحته. ممكن تكتب له يعني ما فيش أي مشكلة أنت تكتب له مواصفات الخلطة بتاعتك دي، يبقى زيادة من عندك، بس انت غير مطالب ان انت تكتب. انت مطالب ممكن تقول له عايز الجهد المقاومه بتاعه الضغط بتاعتها ما تقلش عن 300، ما تقلش عن 400، ما تقلش عن 200، قول براحتك، هو يعملها زي ما هو، ده شغل خرسانه مش شغل صويا. تمام. في حاجه بعد كده اللي هي الملحقات بتاعه التقرير. انا كده التقرير خلص،
بس في ملحقات، ملحقات زي ايه؟ في كروكي للموقع واماكن الجسات محطوطه عليه، في كروكي كده ملحق ما ملحق بيقول لي ايه هي الرموز والمصطلحات اللي انا استخدمتها في التقرير، في ملحق تاني بيرسم لي قطاعات للجسات، في ملحق تالت رابع بيعمل لي نتائج الاختبارات اللي انا عملتها في المعمل. فاول ملحق عندي اللي هو كروك الموقع، نفترض الموقع بتاعنا اهو، بكتب ابعاده والجيران وكل حاجه، بحط اماكن الجسات واوقعها بالمسافات بتاعتها، المسافات بتاعتها، وبعمل لها انديكيشن، يعني مثلا انديكيشن ده خدته ان هو جس عمق 15 متر، ده انديكيشن ده جس عمق 10 متر، وهكذا. ده كروكي للموقع، كروكي بيقول لك ادي الموقع بتاعك وهي الجهات المحيطه بيه واماكن الجسات. طيب قطاعات الجسات، قطاع الجسات وكل طبقه عمقها قد ايه، والطبقه دي فيها هل هي ردم، هل هي كلي، طين، هل هي سيلت، هل هي ساند، وهكذا. الرموز اللي هنا والحاجات الاشكال اللي هنا هنتعرض ليها دلوقتي. ده قطاع تاني. ده جدول ملحق، نفس الجداول اللي قلناها قبل كده في الكود. طيب هنا الرموز اللي استخدمها اس بي تي، يعني ستاندرد ديفيشن تيست، اختبار اختراق قياسي، ان اللي هو عدد ضربات او عدد دقات، الار نسبة الاستخلاص، الار كيو دي درجة الجودة للصخر، دي لو عندي تربة صخرية، كيو ان كونفايند، جاما بالك، وهكذا. كل تعريفات او اي حاجة وردت فيه التقرير، ودي استنباط ثابتة بتتكتب في كل تقرير. طيب الرموز، يعني رمز الفل بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن التربة بتاعتك بتيجي عامل ايه، خطوط متقاطعة هنا 45، خطوط مايلة عليها تاني 45. طب الكلي تبقى خطوط كده ايه، سوليد 45 درجة. طب السيلت 45 درجة بس داش. طب الساند بيحط نقط، نقط كتير كده بكثافة، دي الساند. الجرافل بعمل دواير، لايم ستون حجر الجيري بعمل زي مباني الطوب كده، الساند ستون زي مباني الطوب بس بحط فيها نقط كده اللي هي رمل. طيب لو قطع حجرية أو حاجات كده بعمل ايه، شكل قطع كده أو إليبس. طيب قلنا قبل كده في المحاضرة الأولى ان العينات ممكن استخرجها بالكور، فاديها الرمز ده اللي هو الكروس ده، او تبقى ديستربد مقلقلة بس بدون الاس بي تي فتاخد الرمز ده، او ديستربد بس بالاس بي تي فتاخد الرمز ده، او انديستربد سامبل بشيل بتيوب فتاخد الهاتش ده. الاختبارات المعملية اللي بعملها لو التربة عندي غير متناسكة، غير متناسكة يعني ايه، زي الساند والجرافل، بعمل لها اختبارين شهرين قوي، بعمل التدرج الحبيبي اللي هو السيف اناليسيز والدايركت شير بوكس، اختبار الخاص. طيب لو التربة بتاعتي متماسكة طين سيلت، طين او سيلت، بعمل لها ايه، بعمل الووتر كونتين، بعمل الاتربرج ليميت، بعمل بوكيت، اختبار الغاز الجايبي في الموقع، ضغط الغير محاط ان كونفايند، كومبريشن تيست، السويلنج، الفري سويلنج، الكونسوليديشن، كل الاختبارات اللي ممكن اعملها على التربة الطينية. الاختبارات دي كلها طبعا يعني ليها فيديوهات كتير قوي على النت، ولو احتاجنا حاجة هنعمل لها فيديوهات، وده كورس كبير لوحده، كورس يعني ممكن يتعمل فيه حوالي 10 محاضرات على الأقل، يعني 10 محاضرات على الأقل في الاختبارات بتاعت. لو التربة عندي صخرية بعمل لها الكثافة وبعمل لها إيجاد الكسر زي الخرسانة كده. في اختبارات تانية بتعمل اختبار كيميائي بمعدل اختبار على عينة المية لكل جثة، واختبارين على عينتين على التربة، يعني بالنسبة لي المية بعمل هي عينة واحدة في الجثة، بعمل للجثة الواحدة، لو عندي مية بعمل لعينة المية تحليل كيميائي، وبعمل للتربة عينة على وش الأرض وعينة عميقة بعمل لها اختبار تحليل. ده الجرين سايز ديستريبيوشن، بصنف بقى انا ازاي، ده الارقام دي جت منين، جت من ان احنا جبنا هنا الدي 10 والدي 60 والدي 30، حسبنا منها سي وسي سب سي. طب الافكتيف دايمتر اللي هو دي 10 عند 10% مار، وقيسه شوف كام، طب لو دخلت عند 10% دي 1 من 10، وهكذا. انا قصدي تعرف ايه، تعرف ان انت الحاجات دي بتطلعها من الجرين سايز ديستريبيوشن، عشان كده شرحت لك
في المحاضرة التانية اللي احنا فيها ديت الجزء الأول، شرحنا من الجزء الأول ازاي ارسم الكيرف ده علشان ابقى فاهم، ازاي اصنف الطرق. ده الليكويد ليميت، عمل اختبار ليكويد ليميت وحط العينة بتاعته، حط الليكويد ليميت بتاعها والبلاستيسيتي اندكس والسوي بتاعته هنا ايه سي اتش. اختبار الكيميائي يقول لك هنا نسبة الأملاح كانت 1055، نسبة مش عارف ايه كان كذا، البي اتش كانت 8.6. الأرقام دي مدلولها ايه بالنسبة لي؟ مدلولها لو الكبريتات زادت عن حد معين بستخدم أسمنت مقاوم الكبريتات، بزود الغطاء الخرساني وهكذا. طب الرنجات دي موجودة فين؟ موجودة في الكود المصري، موجودة لو قال لك لو الأس الهيدروجيني من كذا لكذا ما بيعملش هيدرور. طيب من كذا لكذا هنا من 5.5 لأربعة ما سقطرش جديد، طب أقل من كده يبقى إيه؟ مفيش هيدرور. طب الكبريتات بقى، الكبريتات أهي عند كام؟ 1055. طيب 1055 بارت بير مليون اللي هي ملي جرام باللتر، 1055 موجودة فين؟ موجودة هنا كده، أقل من 2000 يبقى أضرار. آسف، موجودة هنا دي من 600 ل 2000، هنا عند كام؟ 1055، يبقى موجودة هنا أضرار شديدة، يبقى استخدم أسمنت مقاوم للكبريتات في توصية التأسيس، لازم أكتبه كده. طيب هنا الكبريتات بس نسبتها في المية نسبة مئوية، وهنا قايلها لك صراحة كده، نستخدم الأسمنت المقاوم للكبريتات لو زاد نسبة الكبريتات في المية عن 400 مللي جرام في اللتر، أو زيادة نسبة الكبريتات عن 3 من 10%. وهنا مديلك تأثير الكبريتات، نفس الكلام هنا اللي قلناه، هل هي تأثيرها ضعيف محسوس؟ لو قلنا هنا كان عندي 1055 يعني هنا كده التأثير محسوس، مش ده اللي هيفيدني كتير أوي، اللي هيفيدني كتير هو ده. الجدول ده مهم عندي جدا، ببص على الكبريتات، ببص على الأس الهيدروجين، ببص على الكبريتات والأس الهيدروجين والكربونات والحاجات ديت برضه ابص عليها لو محتاج، بس اللي يهمني اكتر الكبريتات والكلوريدات لان دي اكتر املاح منتشره. تبع الاختبارات المعمليه ده الان كونفايند كومبريشن تيست، طلع من الكيو ان كونفايند. طيب في حاجة مهمة جدا جدا جدا، أنا في توصيات التأسيس بقول نوع الأساس، نوع الإيه؟ نوع الأساس. طيب نوع الأساس ده بحدده بناء على إيه؟ هل هو isolated footing؟ هل هو raft؟ هل هو deep foundation؟ بحدده بناء على الأحمال اللي جاية عليا من المبنى و البيرنج كاباسيتي، البيرنج كاباسيتي اللي هي قدرة تحمل الطرق. الأحمال بحسبها إزاي؟ ممكن أطلعها من السابل رياكشنات الأعمدة، او ان انا احسبها ازاي لو انا عرفت حمل كل دور في عدد الادوار بيديني ايه، يعني الحمل اللي جاي على العمود من الدور الواحد في عدد الادوار يديني حمل العمود اللي انا هصمم عليه ليه القاعده بتاعتي، سواء كانت درافت ايزوليتد دي فاونديشن وهكذا. جبت مجموع الاعمده كلها، مجموع احمال الاعمده اللي هو وزن المنشأ، وزن الايه المنشأ، وزن المنشأ أحمال الأعمدة سيجما بي كله ما تساوي حمل الدور الواحد في عدد الأدوار، على أقسمها على الكيو اللاب اللي هي البيرنج كاباسيتي. لو طلعت أشوف النسبة بتاعتها، أشوف الأريا. كان زمان عندنا قانون مهم جدا جدا بيقول إن الاستريس هيساوي الفورس على الأريا، يبقى الأريا تساوي إيه؟ الأريا تساوي الفورس على الاستريس. فورس عندي اللي هي أوزان المنشأ على قدرة تحمل التربة، هديني المساحة المطلوبة للتأسيس، يعني أنا محتاج مساحة قد إيه علشان أسس. لو كانت المساحة اللي أنا محتاجها علشان أسس المنشأ ده كانت أقل من 70% من مساحة المنشأ، خلاص استخدم isolated footing. طب لو كانت أكبر من أو تساوي 70% بس أقل من 100، استخدم raft. طيب لو كان أنا محتاج مساحة أساسات أكبر من مساحة الموقع اللي عندي، يبقى أنا أعمل إيه؟ مضطر أعمل ديب فاونديشن. وهنشوف مثال دلوقتي
عندنا مساحة المبنى 25 في 20 متر، وعندي 45 عمود حمل كل عمود 100 طن، والكيو اللوفول البيرنج كراسي ب1.5 كيلو جرام على السطح، ومديني كذا حالة أحل عليها. يعني هنحل الأول على الحالة بتاعتنا، المسألة بتاعتنا ده. مجموع أحمال الأعمدة بيساوي كام؟ حمل العمود الواحد 100، في عددهم كام؟ 45. يعني 100 في 45 بكام؟ 4000 طن. طب الأريا المطلوبة للأساسات يبقى 4500 على 15، اللي هي الكيو اللاول ده 1.5، لا ما 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر، انا هي شغال بالطن، 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر اللي هي 15 طن على المتر المربع، 4500 على 15 يساوي 300. طب مساحة المبنى كام اصلا؟ مساحة المبنى 20 في 25 اللي هي 500. طب ال 300 دي اقل من 70% من مساحة المبنى ولا اكبر من 70؟ لا طلعت اقل من 70%، لان 7 من 10 في 500 تساوي 350، ف 300 اقل من 350. اوكي يبقى انا هستخدم ايزوليتد. طيب بيقول لك لو كانت البيرنج كاباستي ما كانتش 1.5، لا ده كان الارض تعبانه عندك بس نفس الاحمال، يعني نفس المنشا ده بدل ما انفذه في مدينه اكس او في موقع اكس هنفذه في موقع واي. موقع واي ده الكيو الاول بتاعته اللي هي البيرنج كاباستي كانت 75 من 100 كيلو جرام سنتيمتر مربع. ايه نوع الاساس؟ هنشوف. لو الكيو الاول بقت 75 يبقى الاريا عندي ادي 4500 على 7.5، سابق 600. طب 600 دي اكبر من 100%، ده انا عندي المساحه كلها 500 متر مسطح وانا محتاج 600 متر مسطح للتاسيس، يبقى مش هينفع انا استخدم ديب فاونديشن. طيب بيقول لك هنا لا، طب ماشي افرض بقى انت في الموقع اكس اللي هو في البدايه خالص وكانت الكيو الاول ب1.5 زي ما هي، بس حمل العمود الواحد زاد بقى 150 طن. طب ما هي هي، يبقى سيجما بي كولوم 150 في عددهم 6750 على الكيو الاول اللي هي 15 يساوي 450، دي اكبر من ال 70، يبقى استخدم اكبر من ال 70 واقل من 100 اللي هي 500، يبقى استخدم رافت فاونديشن. يعني تنويع في الحالات بحيث تقدر تحل اي حاجه في الواقع بالشكل ده. تمام، بعد ما خلصنا المثال ده هنشوف مثال لتقرير تربة متكامل حقيقي تم في مكتب من المكاتب. مثال لتقرير تربة كانت عاملاه أو كان معمول للهيئة العامة للأمانة التعليمية لمشروع إنشاء مدرسة في محافظة بني سويف. نشوف مكونات التقرير واللي تم فيه. تمام، مكونات التقرير كالآتي، زي ما قلنا بنقول مقدمة، بعد كده بنتكلم عن المشروع، أعمال الجسات اللي تمت، الاختبارات اللي اتعملت سواء كانت اختبارات حقلية أو اختبارات معملية، وبعمل وصف لطبقات التربة وعمق المياه الجوفية لو كانت موجودة، وبقول توصية التأسيس بتاعتي، وفي الآخر بيبقى موجودة الملحقات بتاعة التقرير سواء كانت كروك الموقع ومكان الجسات، الرموز والمصطلحات، قطعات الجسات، نتائج الاختبارات المعملية. في بداية التقرير بكتب مقدمة عن المشروع، وقلنا إن طبيعة المشروع اتكلم عنه إن هو قطعة أرض عبارة عن مدرسة تعمل كام دور وهكذا، وهي النظام الإنشاء بتاعها نظام هيكلي. عمل الجسات هو هنا كان عمل كام؟ 3 جسات، جستين عمق 15 متر وجسة عمق 10 متر. وبنتكلم عن الأسلوب اللي تم بالتنفيذ سواء كان أسلوب ميكانيكي، يعني هنا كان أسلوب ميكانيكي أو كان أسلوب يدوي على حسب ما اتكلمنا قبل كده. العينات استخرجها ازاي ونقلها للموقع، متشمعة أو مش متشمعة، فبيكتب كل حاجة. بيتكلم عن الاختبارات اللي عملها في الفيلد البوكتس، البوكتس ده بيتعمل على الطين، بيحدد الكيو فايد مباشرة، اختبار ال اس بي تي زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، بيتكلم عن كل اختبار ومثلا النتائج بتاعته موجودة في ملحق كذا أو مرفق كذا. الاختبارات المعملية تدرج عقبيبي، التدرج عقبيبي يبقى أنا أعرف على طول إن في عندي سانسويد، أتربيت ليميت، تحليل كيميائي، و
ودينا وعمل وصف لطبقات الموقع، وقال هنا 1000 ميجا فيه استقر، وجدت ميجا فيه واستقرت على عمق 1 متر من منسوب الأرض الطبيعية وقت التنفيذ. التوصية التأسيس بالنسبة لي طبعا كان عنده مدرسة، فاهم التوصية بتاعتها، وكان عنده سور، كان لي توصيات، وفي توصية عامة لكل من المدرسة والسور. وفي النهاية مهندس القعدة التاريخ أو المكتب بيمضي ويتختم بختم المكتب. الملحقات ده كروكي للموقع، ودي التلات جسات بتوعنا، جسة 1 2 3، رموز الجداول اللي عندنا نفس الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. قطعة الجسات زي ما هو موضح عندك وزي ما اتكلمنا عليها قبل كده، الخطوبات المعمارية، بتاع السند الجراند سايز ديستريبيوشن، اتكلم عن كل الاختبارات اللي تمت، ده الاتربي ليميتس، كيميكال ووتر اناليسيس، يعني 1055 تلاقي التوصية تقول لك استخدم اسمنت مقاوم للكبريتات. وهو كده خلص التقرير بتاعه، ذكر زي ما قلنا مكونات التقرير زي ما قلنا قبل كده، هي عبارة عن إن أنا بعمل وصف للمشروع، وصف للمشروع بتاعي، و نجيب الورقة كده في البداية خالص نشوف الكلام اللي ناجح ولا لأ في التقرير ده. قلنا بنقول ايه؟ قلنا ان اول حاجة بتكلم عنها هي معلومات عن المشروع اللي عندي، والمنشأ عندي تعمل خرسانة، ستيل، معدن، ستيل او حوائط حاملة، اما الجسات اللي انا عملتها، الاختبارات اللي انا عملتها، منسوب المياه الجوفية، وبعد كده بنقول التوصيات التأسيس، وبعد كده الملحقات اللي اتكلمنا عليها. وشكرا لكم، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا لكم.